الحمد لله انا بخير وبصحه مثل ما شايفين. سلامي للجميع. حاج عباس حمود، انا بخير وبصحه جيده، اطمئن امي ومرتي واولادي اننا بخير وراجعون باقرب ان شاء الله. حسن حمود، الحمد لله انا بألف خير، بسلم على اهلي جميعا والحمد لله رب العالمين. علي ترمس، الحمد لله انا بصحه جيده، بطمن العيال انه انا بخير وسلامي لهم. انا عباس حسن شعيب، الحمد لله انا بصحه جيده وبطمن اهلي كلهم ببيروت انه الحمد لله نحن بخير. حاج علي صالح، بطمن اهلي انا بصحه جيده وبخير، طمن الجميع ان شاء الله بأقرب وقت رجعنا. محمد منذر، انا بخير الحمد لله. سيد علي عباس، انا بصحه جيده وبخير، بطمن كل الاهل والأحبة انه المعنويات عالية مثل ما بيقولوا، وان شاء الله راجعين عما قريب اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المختار علي حسين صغير. نحن والاخوة كما رايتم بألف خير وبصحة جيدة، واننا نؤكد ونضم صوتنا القوي الى الاخوة الثوار في طلبهم الذي يطلبون فيه إعادة الأخوات المعتقلات في سجون النظام إلى ذويهم، ونؤكد ونصر على ذلك بتاريخ 30/4 نهار الثلاثاء.